للحديث عن الفساد المستشري في العراق في ظل استيلاء غير المبرر راضي لمن لصالح المتنفذين، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. دكتور يحيى، بداية مرحبا بك. برلمانيون يطالبون بإقالة رئيسة هيئة الاستثمار سوغا النجار من منصبها بسبب منح موافقات البناء. أين الجهات الرقابية في ظل الانهيارات في المباني التي حدثت مؤخرا؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياك الله شيخ. أخي الكريم، هذه المطالبات جاءت بعد أن حدث ما حدث من انهيار لمبنى ما يسمى المختبر الوطني في الكرادة. وهذا الانهيار نتيجة حتمية لحالة المحسوبية والمنسوبية والرشاوي وإعطاء الاستثمارات لأشخاص مرتبطين بقادة الكتل وهذه الأحزاب وهؤلاء النواب، ويأخذ من هذا المستثمر جزء من هذه الأموال، مما يجعل هذا المستثمر يقوم بأعمال غير صحيحة، ذلك بفقدان شروط السلامة للبناء من خلال تقليل المواد في الداخلة في البناء، سواء في الأعمدة أو في عملية التسليح للسقف. لذلك تنهار هذه البنايات. فالخلل هو ليس الخلل لرئيس هيئة الاستثمار الذي يكون دائما تحت صفوة قادة الكتل والميليشيات ورؤساء الأحزاب وهؤلاء النواب، ولكن هذه يراد منها زر الرماد في العيون وإخراج رئيس هيئة الاستثمار ليقال بأن مجلس النواب أو النواب قد قدموا طلبا لإقالة هذا، ولكن الذي يأتي بعده ما يجب أن يعمل هناك. نعم، هناك قانون مكتوب وهناك قوانين سواء ورثوها من العهود السابقة أو إن، لكنها حبر على طيب. ورق لا يحتكمون إليها ولا ينسبون تفاصيلها مطلقا. نعم. يعني مع هذه الانهيارات التي هي ليست بالجديدة، البعض يحمل المسؤولية فقط للمقاول. بعض من المصادر من داخل الحكومة تتحدث عن أنها حادثة انهيار بناية للمختبر الوطني، يتحمل مسؤوليتها المقاول، في حين يغض الطرف عن منح الترخيص. إذا كانت آليات الرقابة دكتور المنصوص عليها في القوانين لا تطبق، فمن يقف وراء عدم تنفيذ هذه الآليات، هذه النصوص، هذه القوانين؟ أخي العزيز، هؤلاء سواء في الرقابة أو غيرهم هم جاءوا عن طريق المحافظة وبلا أدنى مقومات للمعرفة أو للكفاءة في العمل، ولذلك لا يتحمل المسؤولية فقط المقاول أو المستثمر. المقاول كما قلت لك معلوم عندنا في العراق أنه عندما يأخذ بناية أو استثمار فيشاركه في نهب الأموال التي تصرف له كافة المسؤولين الذين حوله، سواء في الاستثمار أو سواء في الوزارة أو سواء في المحافظة أو سواء من قبل الرقابة نفسها التي تشرف عليه. فهذا يريد أن يكمل العمل من خلال الإخلال بالشروط. ولذلك إذا كان قد انهار اليوم المختبر الوطني ستنهار بنايات وبنايات أخرى. هذا يعني هذا يخص معلوم. هذا فيما يخص القاطي والداني. نعم، فيما يخص الانهيارات ليس فقط المباني التي تنهار في العراق كما هو معلوم دكتور. دكتور، هذه يعني ربما المجاملات فيما بينهم دفعت إلى تحول مناطق آثارية إلى مشاريع لشركات خاصة من أجل بناء مناطق سكنية. كيف تنظر إلى ذلك وخاصة يعني تل الذهب في الكوفة؟ أخي العزيز، هو هذا ما وصل إليه العراق، بأن ما يجري من في حالات الاستثمار أو الاستيلاء الأراضي أو إعطاء المشاريع يجري وفق محاصصة حزبية وطائفية. لذلك فهذه المنطقة ترى يتولاها الحزب الفلاني وهو المسؤول عن سرقتها، وهو من يأتي بهذا المقاول وهذا المستثمر. وهذه الانهيارات إذا فقط كانت في دول أخرى
فليس بهذه الطريقة ولا بهذه الصيغة. أغلب الانهيارات اللي جرت في دول أخرى هي تجري في قطاع وليس في قطاع الدولة. أما في العراق ما يجري في قطاع الدولة هو نهب لموارد الدولة بشكل كبير. وأما الاستثمارات والاستحواذ سواء على الأرض وعلى المقاولات فيجري وفق ما يقوم به هذه الكتل الحزبية التي تستولي على هذه الواردات التي تجعل جزء منها في سبيل تمشية أمورها وميليشياتها ولأغراض حزبية ولأغراض الشعوب. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل، نشكرك شكرا جزيلا.